انترفيو. مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروك. كما قلت لكم حابين نسلطوا الضوء بداية من اليوم، ما عادش باش تتحصلوا على كيس بلاستيكية في المخابز التونسية. حبيت نسمع بعد شوية موقف متاع غرفة مؤسسة مصانع المنشأ للأكياس البلاستيكية. قبل هذايا دونك حبيت يدخل معنا في المباشر، حاضر معنا السيد محمد بنان رئيس غرفة أصحاب مخابز تبع اليوتيكا. صباح النور، مرحبا بك على موجات إكسبريس اف ام. مرحبا بكم، مرحبا بكم، إن شاء الله رمضانكم مبروك، وإن شاء الله الشعب كله في رمضان يخرج بالخير ودولتنا تولي أمورها واضحة على اثر السؤال الصحيات اللي هي اليوم مبدئيا سنين دائما. سي محمد رمضانك مبروك. احنا نعرفوا الاقبال يكبر في رمضان على المخابز، يظهر لي اكثر بلاصه يقصدها التونسي في رمضان، معناتها حتى والناس الكل بالعكس. اقل شهر في 12 شهر هو شهر رمضان وكيف الخبز هكا. اي ذاك شكون تقول لك جوستومون تنقص القيمه نتاع الماكله، فما 30-35% من ماكلة الخبز المصنع، الخبز بتاعنا احنا. اي سي نورمال، خاطر مثلا ما فماش فطور وكل ما اللي حبيت نقولوا. نو سولمون الاقبال مركز، ولكن الناس الكل تحب خبز سخون، يعني فما عادات تتبدل وفما ضغط عليكم. يعني المخابز من اخر لي كوميرس اللي يقعدوا محلولين في رمضان، خاطر الناس الكل تحاول تمشي، تعرف اللي يحب يبدا في دار ويحب يبدا مع عائلته، ديما اخر كوميرس يسكر في تونس هو المخبزه، والناس الكل تحب تجي في اخر وقت خبز سخون. يعني وهذاك الاشكال وبربي معلومه نطلب من جميع المواطنين، راهو الخبز ماهوش قيمته السخون نتاع القيمه نتاعو في الغذاء في الطياب نتاعو في نطيت خبزه طايبه ماهيش معجنه من الداخل باش ما تضرش. اما راه هو كي تهزه سخون تجي تاكل سخون ماك تحليه باش يبرد تقصه بالطريف، وما عنده الطاقه نتاعو يقعد تقريبا 12 ساعه و 15 ساعه الخبز باش ما يتبدلش الجو نتاعو. واضح 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 راهو بالعكس نضروا فيه كي نحطوه. معلش عملوه توا، علاش تعملت الساشيات هذيا؟ ايوه. لانه هذيك الساشي يقول هذه فيها ماده ضد، فيها ماده من مادات تاع المرض للبشر. علاش؟ لان هي احنا هما ياخذوا شكاره هذيك الساشيات نحطوا فيها الخبز سخون، والخبز هذاك يجبد ذاك الشكاره الساشي ما تسخن، تسيب البرودوي نتاعها وين يمشي؟ يمشي للخبز. الخبز هي نحطوها احنا ديريكت ناكلوها، لا نغسلوها لا نرطبوها، ناكلوها ديريكت. هذه حاله من الحالات نتاع الساشيات، لان لان ياسر نعيطوا عليها، وزاره الصحه يعيطوا عليها. وزاره الصحه كيف هزوا حلوا وشافوا الاجراءات اللي فيها، اخذوا قرار نهائي الخبز عمره ما يتحط في ساشي. ونطلب من المواطنين مشي يعملوا شكيره كتان، شكيره حاجه في الكرامه تما يهزها، ولا في زياره يبعثوا يهزوا خبز. وراه الخبز احنا بيدنا باش منه هكا باش نقول نق، ما عادش نعملوا سخون برشا باش نقعدوا نقصوا نحضروا الخبز قبل ما يقعدوا يعملوا بالصفه الخبز، خاطر الخبز السخون هو اللي يقلق. بقي حتى كي يهز خبزتين في يده ما ترى شيء، ما كي يظل بارد ما ترى شيء. ولذا نطلب من المواطنين ياخذوا خبز بكري شويه ويجيبوا قفه ولا شكاير بتاع كتان يخيطوها يعملوها بالحضره والساشي. اول حاجه ممنوع منها باتا اللي هو كل خباز اللي يبيع في الساشي راهو يتخطى 5000 دينار، هذه معلومه لجميع الخبازه وجميع المواطنين. راهو بالعكس من في شهر تبارك الله تطورنا احنا، ما عادش نقولوا اعطيني باش نضر روحي، هذه هذا الساشي باش تضرك وتضرني. اول حاجه تضرك في بدنك، وثاني حاجه تضرك في البيئه نتاعنا اللي هي نستعملوا في مئات الملايين ساشيات يوميا. وين تمشي في الساشي ناكلوها في بدنا، وفي الاخر هذايا طلب من وزاره البيئه بارك الله فيهم وزاره التجاره وكذا، وعملوا اجتماع وعملنا تاك ومقتنعين احنا وهم مقتنعين. احنا ما حبوش يضروا المواطنين، احنا حبوا نعطوا المواطنين نطلبوا منهم كما كنا. احنا هاي توا موجوده في جربه، معناتها من جربه كامله عندها 6 شهور توا ما تستعملش الساشي. ساشي واحدة ما تعملش. احنا في جديد في جربة، نمشي في جربة ويجوا نبيعوا في الخبز غذيك ولا باس. المواطنين تفاهموا ياخذوا خبزهم يجيبوا قفافهم وامور واضحة. وشكر لهم، نشكرهم كامل هنا اللي هم عباد تفاهموا وخلوا بلادهم نظيفة. وشكرا.
سي محمد بوعنان، اليوم التونسي اللي بيجي اليوم، خاطر نذكر مستمعينا اللي ما في بالهمش، هذايا بداية من اليوم 23 مارس 2023، 23/3/23 ما عادش عندكم الحق تقدموا اكياس بلاستيكيه سورتو للخبز، معناتها باش تحط فيها الخبز. دونك المواطن اللي يسمع فينا في اللحظه هذيا جاي من بعد باش ياخذ الخبزه نتاعو، باش تقدموا له الترناتيف ولا يجيب قفته معاه ولا كيفاه بالضبط؟ شنو البرنامج؟ والله ما نجمو نقدموا له حتى شيء، خاطر احنا اول حاجه ماديا ما يسمحناش القانون لخاطر الخبز مدعم، وثاني حاجه يلزم المواطن يجيب حويجه معاه قفه، انا قلت اليوم يتعدى ويحطها في كرابطه الاخر يلزم بين يديه، سهل العمليه. الاشكال شويه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ احنا باش نستنى شويه اشكال مع المواطنين، ونطلب منهم نعتذر منهم، نطلب منهم يجيبوا الصرف بتاعهم، لانه راهو عندنا 10 مليمات راني ولا 20 مليم راهي مش موجوده في البلاد، لا في بنك سنترال ولا في شيء، نطلب منهم يحضروا في صرف. اذا كان فما اشكال اسبقني للنقطه الاخرى، معناتها موضوع الساشي ياسر طريق يقول لي يجيب 10 برنك، انا 10 برنك ما ياخذ ثلاث كعبات اربع معناتها خمس كعبات موجودين، فهمت كيفاش؟ هذا الاشكال، نطلب من المواطنين يجيبوا لنا الصرف، راهو الصرف ماهوش موجود 10 مليمات، واحنا علقنا بلايك كلها في الكش بتاعنا الكل، نطلب من الساشي يحضر الصرف نتاعو. مره قدايه مره 20 فرنك مره 30 فرنك مره نعطيك انا من شاشته، ما عندكش نعطيك زايد شويه، معناتها هيك تصير حتى تحل المشكله كما صايره في جربه بالضبط. هذا هو المواطنين بحول الله اليوم يتعبوا شويه، اللي ما سمعش، اما اللي سمع راهو حضر قفه، اما الكل عندها قفاف راهو. عباد كل احنا كنا انا اخذ باز من السبعينات، كنا نهزوا في الخبز في قفافنا وفي واحد يعمل قماش نتاع يخيط ويهز فيه خبز يحطها حتى في مكتوبه يحطه. سهل اليوم برك ممكن اللي ما سمعش يتعطل، اما من بعده شوفت الامور واضحه واضحه. خاطر انا التجربه صارت في جربه ناجحه 100%، العباد كلها يجيبوا امورهم الخاصه، فما اللي يجيب من عشر قفه هذيك هي قفه غير برشا عباد، فما اللي يجيب قماش كما قلت. واحنا انا باش نثبتوا كان لقينا الطريقه، خاطر غالي اللي احنا باش نعملوا يشيل الواحد قماش باش يشيله ويبيع لهم بجينا نشوفه في المعامل في البحر ب 3000 و 2500 فرنك الشهر، ولات بقى حبينا نعملوا لهم احنا نبيعوا لهم، واحنا ما عندناش حق نبيعوا. هذاك علاش نطلبوا من المواطنين يخدموا ارواحهم ويحضروا ارواحهم. هذا شكرا وشكرا. واضح هذا بالنسبة للموضوع. نذكر مستمعينا اليوم 23/3/23 المنع استعمال الأكياس البلاستيكية في المخابز، أون توكا جمعة لتقديم الخبز فيهم. دونك كما كان يقول سي محمد بوعنان رئيس غرفة أصحاب المخابز، يعني جيبوا قفة، جيبوا دونك تزوم في ديكم، اون توكا مش يقدموا لكم شيء. وكما قال زاد نقطة أخرى، لأنه قبل يقول لك العشرة ولا الباقي معناتها للساشي بلاستيك، دونك ما فماش، ويقول لك ما عندنا مشكل تاع الصرف، دونك طالبين المواطنين اللي حب الباقي بتاعه باش يجيب الصرف. ما هو هذايا مشكل آخر معناها. باهي سي محمد باش نغتنم فرصة وجودك معنا، فما موضوع التبذير، ولكن قبل ما نمشيو له حبيت نقترح على مستمعينا باش نسكروا فرد مرة قبل ما نمشيو مع فاصل موضوع الأكياس البلاستيكية. خل نسمعوا الضيف البارح كان معنا في برنامج الإكسبريس عن غرفة المونتشي الأكياس البلاستيكية، زميلكم دونك في لوتيكا كغرفة. نسمعوا ونرجعوا، نسمعوا سي أسامة مسعودي ونرجعوا توت سويت. فرنسا عام 96 قالت راهو عندنا فيزيون باش نحيو الاكياس البلاستيكيه ذات الاستعمال الواحد في 5 سنين، ما كفاش 5 سنين زادت 5 سنين، وما نحات الاكياس البلاستيكيه ذات الاستعمال الواحد الا ما اطرت واهلت الصناعيين وما حطتش ولادها مواطنيها وخدامه المؤسسات نتاعها اون شوماج. نحي الساشيات والله لا كون فيهم الصناعيين يفلسوا يدخلوا للحبس. تصور فما ديفون بور ريستركتوراسيون للمؤسسات هذوما لتاهيلهم لتعويضهم، واعطيني ماكينات بيوديغرادابل، واعطيني فون دو رولمون باش نجم نشري بيه بيوديغرادابل ونصنع على روحي. علاش علاش ما فماش الدبوسه؟ خاطر الدبوسه مثمنه اللي فالوريزي، الدبوسه راهي تتلم تتشري بالفلوس تتراسكل تتصدر وتدخل لنا عمله صعبه. باش نحكيو علاش انت ترى ديشي ملوث وديشي مش ملوث. سي اون فالوريز لو ديشي اون لو فوا بلو في الطبيعه ولا في الكياس. هذم زملائكم في المجمع دونك منجيل بلاستيك، كيقول زملائكم سي محمد يعني في لوتيكا في السنترال باترونال. اليوم شنو تعليقك معناتها؟ نتوما
تلقاو رواحكم بين النارين هكا. الو نسمعوا فيك سي محمد بوعلان، عاش كان سمعت التصريح توا الاكستري. تصريح بارك الله فيه، السيد عنده حق يتكلم، لكن راهي احنا راهي دولتنا هذه ماهيش تو. سامحني السيد تاع اللي يحكي على البلاستيك يقول لك انا مش فما مضره للمواطن، مش قبل كل شيء صح مضر المواطن. انا في بلاصته ما يحكي يقول باش يقعد العمال نتاعو في الشوماج، يعمل لهم حاجه حيه حاجه ما فيهاش مضره للمواطن، ولا من عنده؟ احنا ماذا بينا احنا ما ساعدناش. واضح. يعمل سيد هذا اللي هو اللي عنده عمال وعنده ماكينات باش يصنع الساشيات، ما يصنعهمش مش الساشيات اللي هم يطيشوا في الشارع، ما يصنعهمش الساشيات اللي فيهم يدوب كاين قريب يخرج انت تحط فيهم خبزه ما يطيحوا من هنا، تطيش هذيك وتعاود واحده اخرى، هذيك شوف شو يصرف عليها، شوف شو يخسرها، وكل تدخل المواطن هذه وما تحملش السخانه. احنا ما نحبوهاش الذنوب، انا نحبوا حاجه اذا كانوا هم يعملوا بارك الله فيهم وبسومه، خاطر زاد المواطن هذيك قبل بلاش نعطوا فيها احنا ب 10 فرنك واقل ما وقت اللي احنا تكلفنا ب 50 مليم. يجيك مواطن والمواطن يسخن داخل في صوم الخبز. مشكلة فما اشكال في ياسر فما اشكال، هي تتكلف 50 مليم واحنا نشرب ونعطوا فيها ب 10 فرنك. ويجي يقول لك تقدم يقول لك اعطينا شيء واحد اخرى. هذه اشكال ثانيه، هذيك احنا ما نقولش احنا ما طلبناش هذا، احنا طلبنا راهو الطلب مش منا احنا، راهو من لا نعرف مش منكم انتم، قلت تلقاو رواحكم بين واضح. اما مهم ياسر لانه بون توا الموضوع اللي الحديث عليه، ولو انه انا ما نحبش نخوض فيه في اللحظه هذه لانه ما معناش شكون يتكلم علميا على علاقه ماده البلاستيك بالخبز سخون، والا هل هو الكونتاكت البلاستيك بين الخبز مهما كان، ولا كيبدا هم يقولوا كيبدا خبز سخون اتسيتيرا. فما زاد كما قلت انت مواضيع اخرى نتاع جاسبياج تاع الساك ممكن يتقطع الساشي اتسيتيرا، هذاك موضوع اخر. فولو انه مهم وهوني سا بيرمي دو دير ونختم معك دونك الجزء الاخر على التبذير. يعني رمضان مانيش انا باش نقوم نفتي اليوم ونقول شنو رمضان وشنو اللي تصرفنا كيفاش المفروض يكون في رمضان، ولكن مالوغوزمون انت قلت قبليك سي فري الاستهلاك ينقص في رمضان لانه سي نورمال ممكن فماش عباد تفطر في وسط النهار ولا اقل، ان توكا قلت فما تراجع 30%، ولكن بالنسبه للكميه اللي تشريها هل هي الكميه اللازمه ولا كالعاده نشريو بالزايد؟ بالعكس نحسوا فما برشا عباد يقول لك سي فري ما يفطروش النهار ما يشري بزايد خبز ويبدا يشتي ومبسس وانواع واشكال ومن بعد برشا منه معناتها يتلوح، فما مشكل جاسبياج زاد. بالضبط يعطيك الصحه كيف تقصد، معناتها التبذير هو يتوقع كل بشر يستاهل كعبتين ثلاث كعبات باقات في النهار ياخذهم سواء في رمضان ولا في الفطار، ياخذهم ويزيد ياخذ منهم كل واحد الكعموره بتاعه ولا الشطر ويطيح وقليل بقيه، خاطر احنا ما شاء الله تكثر الماكله في رمضان معبيه. معناتها انا الرأي المواطنين لازم ياخذوا في عوض ياخذوا كعيبه الشهوه نتاع بس ياخذوا حاجه نخاله باهيه خير من الخبز الاخر، وياخذوا كعيبه باقيات راهو باش ما يتيشها. بالنسبه للتبذير راهو التبذير شيء كبير، راهو احنا نلمدوا فينا وعندنا قبل 900,000 خبزه في اليوم التبذير، تو باش نزيد اكثر، وراهو احنا لازمنا نصحوا البلاد خاطر القمح هذاك فلوس فارينا وحمله صعبه. احنا ماذا بينا ما يكونوش يقول قال ما نحبش نبيع خبز انا، لا اما انا نحبش التبذير، لانه التبذير احنا بيدنا نضيعوا في الحساب بتاع الخبز. اليوم نخدم 10,000 خبزه، غدا نخدم 10,000 يبدلوا لي منهم، لي انا صفه خاصه يبدلوا منهم 1000 خبزه، لانه المواطن بيده مش فاهم شيء. مع ياخذ تاخذ المراه والولد والبو كل حد يوع خبز هكا لازم منها. شوفوا نظم امورهم نكثر، وقال نطلب من المواطنين ونطلب منهم ما ياخذوش ماش يعملوا حظ، راهو وقت الحظ حتى المواطن قد في شيء ما يعرفش، تعطيني اربع هات تعطيني ثلاثه بكتي وفوق الخبز بكتي وما الخبز مش موجود، يا سيدي اجوا بكري شويه وخذوا بعقلكم. وهذايا راهو حتى احنا رانا نصنع الخبز في عقلنا كيف تجيني بكري، راني الخبز يعطيه لك الصباح خير ما يعطيه لك العشيه، او معلومه من عندنا راهو العشيه مزروب. يعني يهديهم يعيشهم، نطلب منهم باش يعملوا شويه نظام باش نعرف انا شنو نبيع خبز ويعرفوا واش ياخذوا خبز، ودولتها تمشي خارجه من التبذير ضربه واحده. وشكرا.
شكرا لك على تفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو. ونذكر مستمعينا معناتها بدايه من اليوم هكا ليسي محمد ما عادش باش تقدموا في حتى مخبزه حتى كيس بلاستيك. دونك الناس لازم تنظم روحها تجيب امورها معاها ولا باش يهز في يده. وبربي معناتها نحاولوا نرشدوا الاستهلاك نتاعنا اليوم معناتها من الخبز في الشهر هذا وبصفة عامة كل يوم معناتها. وكما قلت انت قلت سي محمد جيبوا فيه بالعملة الصعبة، يظل قريب شوية ونحكيوا على العملة المستحيلة مش حتى الصعبة معناتها صعبة ياسر معناتها نجيبوا فيها هاي. العملة مستحيلة وان شاء الله نجيبوها وقت صارت الحرب تاع اوكرانيا نضلوا نستنوا في البابور باش يدخلنا باش احنا كيما تو حاضر نضلوا نستنوا في البابور بابور مازال قدر ما يخلوش يتعدى نقعدوا نستنوا هذا مبذوع. احنا راهي اول بلاد بتضر الخبز في بلادنا نطلب منهم راهو 900,000 خبزة حصريا يوميا يتجهوا للبقر تعيشوا وراني بكر عاود فيه ما عندنا حتى كعبة قمح بخص الخبز الكل نصودوا فيه من برا. نطلب من جميع المواطنين راهي دولتنا واحنا توا نعرضوا دولتنا باش يكون الخبز موجود ياكلوه ديريكت ماليه. وشكرا. شكرا لك سي محمد بوعنان، تحية ليك وكل الناس اللي يخدموا في رمضان وكل المخابز اللي زاد كونفيو نو معناتها يقدموا ملذة وطعم. معناتها الناس تبدا تكثر الشهوات في فما ناس تشتي برشا حاجات في شهر رمضان عاد عادات عنا معناتها كل مش باش نبدا نشيكم مش نحكي على بعد ما تجد ضحكوا الكل بولية ولكن تعرفوا الحلويات زاد نتاعنا الى اخره بون بولونجري دون لو سونس لارج معناتها نتاعها مش كان الخبز معناتها. تحيه ليهم الكل ان توكا على العمل اللي قدموه وكيفاش يوسعوا بالهم زاده مع التونسي ان شاء الله توكا هذا اللي نتمناوه. اي سورتو كومون جيري كوقت الذروه معناتها الناس كلها تحب تجي في اخر وقت تاخذ خبز سخون وهما بريتو فما ناس تخدم غاديك باش تمشي كيف كيف للديار انفا من المهن اللي يضحيوا معناتها مع الناس في شهر رمضان كيما